رسالة النبي إبراهيم لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة الأسراء بي إبراهيم عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شرح الرسالة: أقرئ أمتك مني السلام. تعد هذه الرسالة تعبيراً عن محبة النبي إبراهيم لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحرصه على دعوتهم إلى الله تعالى. أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، تشير هذه الصفات إلى نعيم الجنة وجمالها أنها قيعان، تشير هذه الكلمة إلى اتساع الجنة وكثرة خيراتها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تشير هذه الكلمات إلى أن ذكر الله تعالى هو أفضل الأعمال التي تقرب العبد من الله تعالى.